نحن قدمنا واعطينا المعطيات وقلنا لهم متوعين معاكم نخرج معاكم للاسواق ونخرج معاكم في لجنه ما اكثرش من هكا. المسؤوليه نولي شاده الكراسي الوزراء شو اللي عملت شاده بيرواتها كي قفص الجيش يخرج فيني يخرج فيني شوف فيني شوف مشاكل العباد وشوف فيني العباد جوعتوها وعريتوها فيني وفلستوها اخرجوا شويه من بيرواتكم وشوفوا المهنيين هذا اللي نطلبه انا وتوا فهمني هذا وصلت من الراي العام فهمني والناس تعرف وتعرف المصداقيه نتاعي انا راه ما يهمني في حتى بشر انا يهمني كان في المستهلك انا نخدم على المستهلك مع ضعفاء الحال راه يجيك ساعه ساعه بشر فهمني باش يمد لك 5000 يا اخو 150 غرام لحم شو باش تمد له 150 غرام شو باش يعملها يضرها ذرين فهمني الناس قتلوهم والاغرب من هذايا فهمني مازلنا متواصلين راهو مازلنا متواصلين في الشيء هذا يبدو الوضع مأساوي سي احمد فاضل كيس بالنسبه لكم نحن فاضل كيس ونحن وانا ما نكذبش عليك انا فهمني عندي توا جا 19 غرفه فهمني جهويه في قطاع اللحوم الحمراء تحب تهبط تحب تعمل في تحت جهويه فهمني ما نجموش الوضع تشوف تاع البلاد ما نشوفوش نحن الوضع باش نجي نحكينا كذا لا حكيت اكثر من هكايا وسمعتهم اكثر من هكا وقلت لهم اكثر من هكا فهمني يا خويا الى لوداس باش يسمع كي ويقبل انا نقول لهم حاجه الناس هذيا قولهم ديكاج